الحضور الكريم، مشاهدينا مشاهدي شاشة الجزيرة في كل مكان، أهلا بكم للمرة 12 على التوالي. نلتقي ومبادرة مناظرة حول العالم، هذه المرة من على أرض تونس الخضراء، هذه المساحة التي تجمع الآراء المختلفة حتى تناقش وبحيادية تامة جدا أهم الموضوعات على الساحة العربية. هذه المرة وببساطة نطرح السؤال الأكثر انتشارا على أرض الوطن العربي، هل العرب يريدون الأمان قبل الحقوق والحريات؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه لفترة طويلة جدا على الإنترنت وأجاب الشباب من كافة أنحاء الوطن العربي. اليوم فاز منهم عدد من الشباب موجودين معنا بالفعل هنا في تونس، ولكن يمثلهم معنا على المنصة هنا عدد من الشباب سيقولون آرائهم ولماذا اتخذوا هذه الآراء في ظل الأحداث العربية الحالية. أنتم أيضا تستطيعون التواصل معنا عبر شاشة التلفزيون وعبر تويتر والمواقع المختلفة لمناظرة عبر هاشتاج DD12. الآن نبدأ النقاش، أما الحضور الكريم فعليكم التصويت في البداية، هل أنتم مع الأمان أولا قبل الحقوق والحريات أم أنكم تؤيدون الحقوق والحريات قبل الأمان؟ التصويت ببساطة للفريق الأول الذي يؤيد الأمان، سيتم الضغط على رقم 1 وسيظهر معنا فورا، الفريق الذي يؤيد الحقوق والحريات سيضغط على رقم 2. إذن دعونا نرحب بضيوفنا الكرام هنا على منصة مناظرة. معنا في الطرف الأول الفائزة في مسابقة مناظرة هناء القطي، طالبة ماجستير بجامعة صفاقس التونسية. هناء أهلا بك. شكرا. ومعنا أيضا في نفس الفريق الأستاذة ألفة العياري، كاتب عام النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح، وأيضا عضو القيادة بنقابة الأمن الداخلي والديوانية. أهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا. الفريق الثاني والذي سيحاول أن يبرهن على موقفه وهو أن الحقوق والحريات أهم جدا من الأمن وخاصة في المرحلة الحالية بعد الثورات العربية، يمثله معنا من مصر ياسر وائل، طالب جامعي وكان أيضا عضو في اتحاد طلاب مدارس مصر. أما الأستاذ حسن الأمين، الإعلامي والناشط الحقوقي وأيضا الحاصل على جائزة حقوق الإنسان Human Rights Watch لعام 2013، فهو ضيف عزيز علينا النهاردة وبيشاركنا هذا الحوار. أهلا بك. طبعا في البداية أنا بطلب من الجميع أن هم يشاركونا بالتصويت مع أو ضد الأمان والحقوق والحريات، من منكم يؤيد أي طرف؟ الفريق الأول 1 أوكي، الفريق الثاني 2 أوكي. في انتظار التصويت المبدئي. وأنتم أيضا تستطيعون المشاركة عبر التصويت المواقع المختلفة لمبادرة مناظرة، وسيقدم كل طرف من الفريقين رأيه، لماذا اقتنع بهذا الرأي وكيف يمكن أن يقنع الآخرين من خلال 99 ثانية فقط. لحين استقرار الأرقام النهائية على التصويت لمبادرة اليوم، دعونا نستمع إلى الآراء، وسأبدأ مع الفريق الذي يؤيد الأمان أولا. معنا هناء القطي. شكرا. تفضلي هناء. السلام عليكم ورحمة الله. في حياة التونسيين بانعدام الأمن والأمان، هيك علاش أنا نؤمن وبشدة بأهمية الأمن قبل الحقوق والحريات، لأن باستقامة المعنى الأول يمكن للإنسان الحر ممارسة حريته. إن انعدام الأمن يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، كيف يمكن للمواطن التونسي أن يضمن أبسط حاجياته؟ كيف يمكن للمواطن التونسي أن ينجو كل يوم وهو أمام واقع اقتصادي شنيع؟ كيف يمكن للمواطن التونسي أن ينجو والشركات الأجنبية تغلق أبوابها على التراب التونسي وعلى تراب جميع البلدان التي شهدت الربيع العربي؟ إن انعدام الأمن سادتي الكرام له خطر على سقوط الدولة وتفشي نظام الميليشيات كما هو الحال في اليمن وليبيا.
حيث أن هذه الميليشيات هي التي ركزت على هذه البلدان، حيث أن الليبيين واليمنيين لا ينعموا لا بالأمن ولا بالحريات. كان كل واحد يسأل نفسه، أنا نجم بالأمن والحريات نسكت جوعي؟ أنا نجم بالحريات والحقوق أني نوصل نعيش؟ هذا إذا نجمت نعيش. وشكرا. شكرا. شكرا هناء القطي من تونس. الأمان أولا كما تقول هناء. أما الآن ياسر وائل الفائز أيضا في مسابقة مناظرة رقم 12 سيقدم رأيه للجمهور. من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أي منهما. بنجامين فرانكلين أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية هو اللي كان بيقول الكلام ده. الحرية والحقوق هم حجر الأساس والعمود الفقري لأي دولة بتحاول تبني اقتصاد كويس، بتحاول تبني مجتمع متفتح، بتحاول تبني مستقبل تقدر بيه تسابق مع الدول المتقدمة. الحرية والحقوق بيساعدوا المواطنين إن هم يشعروا بالانتماء لوطنهم. لما بنسافر بره نشوف دول أوروبا، لو خدنا مثال زي إنجلترا أو ألمانيا، هنلاقي الشوارع نظيفة، المباني شكلها كويس، الناس بتتعامل مع بعض باحترام. كل ده علشان هم واخدين حقوقهم وحرياتهم، فحاسين البلد ملكهم، هم المسؤولين عنها وهم اللي بيتحكموا فيها، وهي دي الصوره اللي بيظهر لهم. وعلى العكس تماما، لما بيجي السياح عندنا بلادنا العربيه من اوروبا بيلاقوا شوارعنا شكلها مش كويس، المباني عندنا مش مهتمين بيها، بنتعامل مع بعض بعنصريه، بنتعامل مع بعض بشده وعنف، بيحسوا ان احنا مش حاسين ببلادنا، مش حاسين انها ملكنا، مش حاسين ان احنا منتمين لها فعلا. علشان كده الحريه والحقوق لازم يجوا قبل الامن والامان، لان هم اللي هيحققوا لنا الامن بعد كده لو مشينا على خطواتهم. الحريه والحقوق، الحريه واحده ضمن الحقوق، لكن انتزاعها بيسبب انتزاع كامل لحقوقنا. شكرا. شكرا. شكرا ياسر وائل. من صوت الشباب لصوت موقع اتخاذ القرار، ألفة العياري من تونس، تفضلي. الضامن الوحيد للحرية، لأن بالأمن نستطيع أن نتعايش مع هذه الحرية ونعيشها في ظل اهتزازات أمنية هزت الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه، وهذا الخطر الكبير الذي يهدد الفكر والقرار والرأي. نحن الآن نعيش في استعمار جديد، هذا الاستعمار الدموي، هذا الاستعمار الفكري الدكتاتوري للفكرية، لأن الإرهاب الذي طغى على استقطاب شباب في عمر الورد، هذا الشباب الذي أصبح يقاتل ويقتل ويتلاعب بالدماء. إذن من سيضمن سلامة هذا الشباب؟ من سيضمن أفكار هذه المتنوعة لشباب الوطن العربي من مشرقه لمغربه؟ هو الأمن، ولكن نحن الآن نسعى إلى إيجاد أمن ديمقراطي يسير بالتوازي مع الحرية ومع القوانين، لأن الأمن هو الوحيد الذي يضمن بقاء الدولة. لأن رأينا في كل الدول التي اهتزت بعد ثورات اهتزازات أمنية سيطرت على الدول وسيطرت على المؤسسات وسيطرت حتى على القرارات في الدول. إذن الأمن الجديد الذي نسعى إليه في الوطن العربي هو أمن ديمقراطي، أمن نفكر به جميعا ونصلح ما فات، واليوم ننظر بتطلع جديد هو إلى أمان يجمع الوطن العربي جملة. شكرا. شكرا. شكرا الأستاذة ألفة العياري. أما الآن فمن موقع آخر، وهو موقع الحاصل على جائزة Human Rights Watch في حقوق الإنسان العام 2013، الأستاذ حسن الأمين، تفضل. بكل تأكيد أنا ضد هذه الفكرة وأعتبرها فكرة انهزامية، دليل على أننا ضعفاء تجاه فرض إرادة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان، فهي رد فعل سلبي. أيضا هذه الفكرة جاءت من واقع اللي نعيشه، وهو غياب ثقافة حقوق الإنسان والوعي بقضايا حقوق الإنسان. الشيء الآخر، لو نظرنا إلى ثورات الربيع العربي لوجدنا أنها في الأصل تمرد على القهر وعلى القمع وانتصارا للحريات. لهذا السبب كان الربيع العربي. لو نظرنا إلى الأنظمة العربية عبر عقود،
هذه الأنظمة التي ركزت على الأمن وقتلتنا باسم الأمن وسجنتنا باسم الأمن وشردتنا باسم الأمن وحققت نسبياً شيء من الأمن، ولكن أين ذهبت الآن؟ ها هي تتهاوى الأولى بعد الأخرى، وسيأتي دور الكثيرين. قضايا حقوق الإنسان، قضايا الحريات، هذه مبادئ أساسية، هذه قضايا أساسية. حتى الأديان السماوية أفسحت لها مجالاً أكثر من مجال العقوبة، بمعنى أنها حتى عندما تحدثت عن العقوبات فهي تحدثت عنها بصدد التنويه ومعاقبة هؤلاء الذين انتهكوا هذه الحقوق. ثم أن ثقافة حقوق الإنسان تحمل في طياتها معاني وضوابط وعوامل داعمة لعملية الأمن، كما أن انتشار ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها أيضا يفرز في قيم أخرى تسهل عملية الأمن، الحب، الإخاء، التعاون، الشعور بالانتماء الغير على المصلحة العامة. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا استمعنا إلى الآراء، كان ينبغي أن تكون موجزة وعميقة لأن الآراء لا تريد أن تعبر عنها بكلمات كثيرة وجمل طويلة، ولكن الآن إليكم نتيجة التصويت المبدئي الذي بدأنا به وهو 52 إلى 48 مع الأمان أكثر من الحقوق والحريات. سنبدأ هنا من مبادرة مناظرة بسؤال مطروح للجميع للنقاش: هل أفقدت الثورات العربية التي رفعت شعار الحقوق والحريات الشعوب العربية الأمان؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، فأصبح هناك مقابلة بين الأمان والحقوق والحريات. هذا سؤال موجه تحديدا للسيدة ألفا العياري. شكرا. هو فيما يخص الأمن جملة، نحن هي الثورة تأتي فرصة للشعوب إلى تغيير الأنظمة، الأنظمة الدكتاتورية، لأن هناك أنظمة دكتاتورية سيطرت على العقول وجمدت الأفكار وجمدت الآراء، وكان صوت واحد هو صوت الأمن. ولكن الآن في ظل هذا التغير الذي نعيشه اليوم، وهي الفرصة المتاحة للنقاش وفرصة متاحة لاختلاف الرأي، لأن اختلاف الرأي هو الذي يعطي الصواب ويعطي الرأي الصالح. فبالتالي اليوم ما نسعى إليه أن يجتمع العرب ويجتمع خاصة الشباب، لأنه هو المستقبل، مستقبل الأمة العربية، أن يجتمع في كلمة واحدة هي الرأي الذي نريده هو نحن، هو ديمقراطية، ديمقراطية فكر، ديمقراطية رأي، ديمقراطية قرار، لأننا عشنا في ظل استيراد أفكار أجنبية يريدون تطبيقها فقط في الأمة العربية. إذن نحن من نعيش اليوم الديمقراطية، لأن الغرب أو لأن الأفكار الأجنبية بنت للعرب سجن تهان فيه الكرامة ويهان فيها الجسد، غوانتنامو صنع للعرب. إذن نحن اليوم سوف نفرض على العالم بآرائنا، بأفكارنا، بتوجهاتنا، بشبابنا هذا الذي أقول عنه أنه في عمر الورد، هو الذي سيصنع حديقة للعرب. شكرا. أعتقد هناك أيضا تعقيب من الأستاذ حسن الأمين: هل أفقدت الشعوب العربية هذه المطالب التي قلنا عنها، الثورات العربية، الشعوب العربية، عنصر الأمان بعد الثورات العربية؟ اللي نعيشها الآن حالة وقتية، حالة آنية، وهي أيضا إفراز كما قلت أو حاولت أن أقول، هي إفراز لسنوات القمع وسنوات القهر وغياب هذه الثقافة. هذه الأنظمة العربية لم تتعامل مع قضايا التخلف على الإطلاق، ولم تنشر الوعي بمسألة حقوق الإنسان. نحن في مدارسنا لا ندرس المواطنة، هذا الطفل الذي يدخل إلى المدرسة لا يعرف علاقاته بمؤسسات المجتمع، ولا يعرف حقه، ولا يعرف واجبه. وبالتالي عندما ذهب الدكتاتور خرجت كل هذه المتناقضات، وهذه المتناقضات يجب أن نتعامل معها، ولكن نتعامل معها في ظل هذه المنظومة التي نريدها لعالمنا العربي، وهي منظومة احترام حقوق الإنسان بمعنى الكلمة. القضية كون الغرب صدر إلينا أو أن الغرب انتهك وغوانتمالو، هذه القضايا تم انتقادها من قبل نشطاء حقوق الإنسان في العالم، من قبل الرأي العام الغربي نفسه ليس راضيا. هذه المنظومة الغربية على الأقل
هناك مسألة الشفافية وهناك مسألة المحاسبة، وعندما تكشف الأخطاء توضح. ولكن في عالمنا الغربي عندما يتم الانتهاك، انتهاك حقوق الطفل، حقوق المرأة، نضعها تحت الفرشة ولا نتكلم عنها ولا نحكي عنها ولا نواجه بها أنفسنا. فبالتالي أنا أقول بأن الأخطاء اللي حصلت، أنا لو تكلمت عن ليبيا الآن، ليبيا هذا المستنقع اللي إحنا فيه اليوم ليس بالضرورة لأننا ركزنا على حقوق الإنسان وعلى الحريات وعلى الحقوق، لا، هناك تراكمات، هناك أخطاء ارتكبت من قبل الساسة الجدد، هناك أمور تم تجاوزها، يعني الأخطاء كثيرة ولا يمكن أن نحملها على مسألة الحريات وحقوق الإنسان. ثم الشيء مهم جدا، إحنا لما نتكلم بهذا الشكل إحنا لا ننفي أهمية الأمن، بالتأكيد الأمن، ولكن الأمن ماذا يفعل؟ الأمن هو الذي سيحمي حقوقي، الأمن هو الذي سيوفر لي الحرية، هو الذي سيحفظها، وليس هو الذي بحجة الأمن سيتجسس على حسابي وسيتجسس شكراً. على تليفوني ولا شكرا. يعني أعتقد الجميع أيضا يناقش هذه النقطة، هل ستتخذ الجهات الأمنية هذا الأمر الزريعة حتى تحكم قبضتها الأمنية على الشعوب العربية مرة أخرى وربما بشكل أصعب من المرة السابقة؟ هناء، شكرا. أنا أريد أن أؤكد كلام الأستاذة ألفة حول أننا قمنا بهذه الثورات، ثورات الربيع العربي، من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل تحقيق مثلا صيف دموي كما تحدث على تونس في أحداث الشعنبي، ليس من أجل تحقيق اغتيالات سياسية، ليس من أجل أن نجد الوضع الراهن في اليمن أن الميليشيات هي التي تفتك الأسلحة للجيش، للشرطة، لقوات الأمن، لجهاز الأمن. نحن لسنا اليوم ندافع عن وجود الأمن فقط، نحن نحب الحريات، نحن نفتك حريتنا، ولكن بوجود بيئة سليمة تؤمن لنا ممارسة هذه الحقوق والحريات. إن الوضع اليوم في تونس أكد على أن انعدام الأمن، أن انعدام هذه المنظومة الأمنية خلت الوجوه السياسية للنظام القديم تبرز من جديد تحت شعار أننا نحن سنوفر لكم الأمن كما وفرناه في العهد السابق، ولكن هذا لسنا ما نطمح إليه، نحن نطمح لمستقبل أجمل بكثير. وشكرا. شكرا. أنا شخصياً أتابع الآن الأسئلة التي بدأت تصل عبر تويتر هاشتاغ DD12، وأرى أن الأستاذ حسن أيضاً تحمس للرد، وأيضاً لدينا رد الشباب. سأبدأ بياسر ثم أعود إليك. أنا مبدئياً مش شايف إن الشعوب العربية فقدت الأمان بسبب الثورات. أنا متفق جداً مع أستاذ حسن، لأن إحنا زي ما هناء كمان قالت، هناء بتأكد عن نقطة اللي قالها أستاذ حسن، إن هم كانوا بيعتمدوا الأنظمة السابقة إن إحنا ما يبقاش عند الشعوب العربية وعي بإن الحرية حاجة أساسية، هي حاجة أساسية مش حاجة الواحد المفروض يطالب بيها، دي حاجة أساسية في حياتنا. هم قدروا إن هم يبعدونا عنها، ما نبقاش عارفينها أصلاً علشان نقدر نطالب بيها وهم يغنون عنها بوجود الأمن. أستاذة ألفة لما تكلمت في الأول كلام، أول كلمة قالتها أنا متفق معها جدا، هي قالت إن الأمن هو ضامن الحرية، فعلا الأمن هو ضامن الحرية، بس هو زي ما اتقالت بالظبط، الأمن هو ضامن الحرية، أنا باخد الشيء وبعد كده بضمنه، بحافظ عليه، مش بحافظ عليه وهو أصلا مش موجود. لما تيجي الحرية نبقى نحافظ عليها بالأمن مش العكس. الأجهزة الأمنية بتستخدم ساعات حاجة زي التجسس، حاجة زي كده، ممكن يكون التبرير لده ان دي يكون متطلبات علشان امن الدوله او علشان حاجه تخصصها، تمام اوكي، ده ممكن يحصل وممكن نوافق عليه، ولكن بشروط ان يكون حاجه معلنه، حاجه شفافه الناس عارفاها، حاجه لوقت زمني معين، ولكن برضو كل ده هيجي بعد ما تيجي الحريات اللي نقدر نحافظ عليها بعد كده بكل ده. شكرا. انا الحقيقه استغرب لماذا او كيف جاء هذا الربط بين الازمه الامنيه التي نعيشها خصوصا في دوله مثل ليبيا وبين قضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات وحقوق الإنسان. أنا لا أرى الربط على الإطلاق. نعم، هذه الميليشيات المسلحة، أنا واحد من الناس الذين رجعت إلى المهجر بسببهم، أنا عدت إلى المربع الأول بسبب هذه الميليشيات التي تنتهك في حقوق الإنسان، التي تعذب في السجون، التي تختطف،
وبالتالي إذا إحنا أوقفنا هذا الصوت، الصوت اللي ينادي بالحقوق وبالحريات، فهذه الميليشيات التي تحدثنا عنها سوف تتغول أكثر وتتغول أكثر. وبالتالي أنا مش شايف هذا الربط على الإطلاق. إحنا عندنا تجارب شعوب. إحنا لو نظرنا إلى أمريكا عندما تكونت ونظرنا إلى جنوب أفريقيا، سنجد أن السلم الاجتماعي لم يتحقق إلا عندما أعطيت الحقوق للسود في أمريكا، وعندما تم احترامهم وتم تقديرهم. وأيضا في جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا حالة خاصة جدا، لأن الخصم ليس من بني جنسك، الخصم هو غريب جاء واحتل واستعمر، ومع هذا كانت المصالحة الوطنية، ومع هذا كانت الحقوق، وبذلك حصل السلم الاجتماعي. شكرا. يعني أعتقد الجميع هنا يتابع الأسئلة التي بدأت تصل عبر تويتر، والسؤال الأول موجه إلى الفريق الأول، فريق الأمن أولا. أعتقد أن هذه الأزمات الأمنية لم تظهر بهذه الكثافة على الساحة في الشعوب العربية المختلفة والدول المختلفة إلا بعد الثورات العربية، ووصلنا من تسنيم إدريس وضع الشعوب العربية قبل الثورات كان يتمثل في أمن متوفر وحرية مسلوبة. أليست الحرية أهم المكاسب لهذه الثورات العربية؟ يعني لماذا تريدون أن تنتزعونها مرة أخرى بحجة الأمن وحفظ الأمن؟ تفضلي. هي أنا قلت أن الأمن هو الضامن للحرية، قلتها ولازلت أقولها ولن أتنازل عنها. لكن ما قلته ربما، هل قلت أن بعد الثورة والثورات هي فرصة لإصلاح الأنظمة وإصلاح القوانين وإصلاح الأفكار، فبالتالي عندما نكون لدينا نسبة من الحرية مع الأمن نستطيع أن نفكر في إصلاح الأمن بحرية، فبالتالي هناك حرية تسير مع الأمن بالتوازي، أن حرية وأمن يسيران بالتوازي، فبالتالي هناك إصلاح فكري يكون حر وديمقراطي. أما بالنسبة إلى الشعوب التي قالت بأن هناك سلب للحرية قبل، نعم كان هناك سلب، ولكن الفرصة أتت، لا نضيع الفرصة، يجب علينا أن نستغل الفرصة أن نعيش الحرية ونحن نشعر بأمان. أنا لا أخاف من الأمن عندما أتكلم، لا أخاف من الأمن عندما أنقد، عندما أعترض، لأن الأمن ليس الدكتاتور. اليوم نرى الأمن الديمقراطي الذي هو في حد ذاته يريد أن يعيش معك حرية، هو حتى في حد ذاته يريد حرية الأمن، فبالتالي الأمن هو في صلبه هناك حرية فكرية يريد أن ينفجر مع الحريات وبقية الحريات. شكرا. أستاذة هناء، نعتقد هذا السؤال أيضا سيطرح عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان التساؤل مرة أخرى، من الذي أفقد الشعوب العربية الأمن؟ هل هو الغياب المفاجئ للأجهزة الأمنية بعد الثورات العربية؟ أم الممارسات الخاطئة للشعوب العربية في ظل غياب الأجهزة الأمنية؟ أم هي أصابع خارجية ونظرية المؤامرة كما تظهر لدينا دائما؟ لدينا فقرة خاصة جدا في مبادرة مناظرة، وهي فترة سؤال الحقيقة الموجهة بشكل عام بين فريق وفريق آخر. كيف يستطيع أن يغير وجهة نظر هذا الفريق أو الحضور الكرام؟ سأبدأ من ياسر وسيقوم بتوجيه أسئلة خاصة جدا للأستاذة ألفة العياري وربما غير من وجهة نظرها. تفضل. أستاذة ألفة، أنا حابب أسأل حضرتك. حضرتك تعرفي إذا كان في أزمة في أمريكا بالنسبة للسود إن هم مضطهدين، مش واخدين حقوقهم ولا حرياتهم، وده كان بيؤدي لحرب، يعني شبه حرب أهلية دارت، وصراعات داخلية كتير جدا حصلت داخل أمريكا. تمام؟ حصل. تمام. أوكي. بالنسبة بعد ما السود خدوا حقوقهم وحرياتهم زي البيض بالظبط، وبقوا ليهم حق في التعليم وفي المناصب، الصراعات دي اختفت لأن هم ما كانوش خلاص خدوا حقوقهم. تمام. طيب احنا دلوقتي ازاي حضرتك، انا مستغرب ان احنا قدامنا مثال حي تاريخي بيقول ان لما الحقوق والحريات وصلت للي يستحقها الامن جه لوحده والامان وصل لنفوس الناس لوحدهم لما خدوا حقوقهم وحرياتهم فعلا. ممكن وجهه نظر اعرف وجهه نظر. اوكي. بالنسبه الى هذا الامر فيما يخص السود في امريكا،
لوثر كينغ هو الذي طالب بحرية السود، هي تدخل ليست في الأمن، هي تدخل في العنصرية، في النظرة إلى السود، النظرة التاريخية التي كانت تضرب في السابق وكانوا ينظرون للسود كعبيد، فبقيت تلك النظرة متواصلة، ولذلك كان يعيش السود في أمريكا كأنهم عبيد، كانوا يحتقرون السود، ليس يحتقرون الحرية، هم كانوا يحتقرونهم كأشخاص ينظرون إليهم بنظرة حقدية، بنظرة احتقار. أما بالنسبة إلى هذه الموجة الآن نرى رئيس أمريكا اليوم هو من السود إن صح التعبير، يعني وليس الأبيض الذي ذا العيون الخضر إلى غير ذلك. صح حضرتك بتقولي صح، بس هو فكرة إن أنا أمنعك إن أنت مالكش حق التعليم زيك زي الأبيض، ليه مالكش حق إن أنت تولى أي مناصب قيادية في البلد، مالكش حق في مناصب سياسية، ده مش سلب للحريات والحقوق، ده مش سلب للحقوق، هو عنصرية بس أكيد، هو سلب للحقوق. فهو ده اللي كان بيحصل فعلا مع السود، هم كانوا مالهمش الحق في كل ده، مالهمش حق لا في تعليم كويس، مالهمش حق في مناصب، مالهمش حق ان هم يكونوا قيادات في البلد، مالهمش حق ظهور اصلا. فلما خدوا حقوقهم ده اللي استقر بيهم. هذا أمريكا ليست مثال الأمة العربية، لأن الأمة العربية كانت تحترم السود وتحترم البيض، لأننا نسير بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين السود. مش بتكلم فكرة، فبالتالي أن السود ونحن نحترم السود ونقرأ معهم ونتزوج بهم هناك، يعني هذه الفكرة هي فكرة ليست فكرة العرب، نحن اليوم نقاوم في فكر عربي جديد للعنصرية التي ليست عنصرية هي أمن. هناك فكرة أخرى عايز هو الفكرة اللي أنا أقصدها مش فكرة سود وبيض خالص، هي الفكرة إن السود دول يعتبروا فئة بتمثل المجتمع أكيد. دول فئة من المجتمع نقدر نقيس عليهم، نقدر ناخدهم كمثال، مثال تاريخي، صورة واضحة قدامنا حصلت بالفعل، نقدر نرجع لها ونقدر نثبت منها إن لما الحقوق والحريات وصلت لمستحقيها الأمن والأمان اتحققوا. شكرا. أنا أعتقد الفكرة التي أراد أن يطرحها وائل هي أن المساواة ومنح الحقوق يصنع جو من السلام المجتمعي بما يجعل الأمور أكثر استقراراً ويبتعد العنف عن الساحة داخل أي دولة من الدول. الجزء الآخر من سؤال الحقيقة أو المواجهة ستطرحه هناء على الطرف الآخر ويمثله الأستاذ حسن. شكراً جزيلاً. أستاذ حسن، سيدتكم تفضلون الحريات والحقوق على الأمن، صح؟ ليس بس التفضيل، أنا لا أفصل بين الاثنين، وهذا ما قلته. الأمن لا يمكن أن أصبق الأمن على الحريات، بمعنى عشان تكون فيه معالجة أمنية أنا أتجاوز قضية الحقوق والحريات. شكرا. سيدتكم تمارسون مهنة الصحافة، مهنة الصحافة خارج بلادكم وهي ليبيا. نعم الآن. إذن أنا أستغرب كيف أن حضرتك تمارس هذه المهنة خارج بلادكم وهي ليبيا التي توفر لك الحد الأدنى من الحقوق والحريات، أبرزها حرية التعبير إلى آخره التي افتكت فيما بعد الثورة. فللسائل أن يسأل ماذا توفر لك البلدان الأخرى، مثال على ذلك لندن أين سيدتك تقيم، ماذا توفر لك غير الحقوق والحريات؟ أليس الأمن والأمان؟ هذا صحيح، وواضح جدا أنك تريدي أن تخلطي الأوراق. أنا أتكلم على ليبيا، ليبيا الآن حالة استثنائية، ما يجري في ليبيا من تدهور في الأمن وانتهاك لحقوق الإنسان ليس بالضرورة لأننا لا نريد الأمن أو أننا ضد فكرة الأمن، لا بالعكس، كما قلت في سابق كلامي القضية الليبية معقدة، وهذا الوضع اللي وجدنا فيه الآن له أسباب عديدة، من بين أهم هذه الأسباب هي تراكمات أربع عقود، تصوري أربع عقود من حكم الشخص الواحد. وعلى فكرة قد يخالفني البعض، ولكنني مصر على أن حكم القذافي لا مثيل له في القمع والإرهاب على مر العصور، حقيقة كان أقصى بكثير مما يجري في مصر، كان أقصى بكثير مما يجري في تونس، وهذا النظام وصل إلى مرحلة تجهيل الناس. يعني تدخلي على المدارس في ليبيا تجدي الأمن،
تجدي السيد القذافي أعطاهم بزة عسكرية ويصطفوا في الصباح في الطابور الصباحي كعسكريين. ابتعدنا عن المنهج، ابتعدنا عن الثقافة، ابتعدنا، لا توجد مؤسسات مجتمع. هذا ما حصل في ليبيا الآن. وبالتالي ماذا تتوقعين من شعب وضع 40 سنة في صندوق، لا يقرأ، لا يتعلم، لا يرى، لا ينظر، لا يخرج، وبالتالي لا تخلط الأوراق. أنا خرجت من ليبيا بسبب إيماني بحقوق الإنسان، ولأني أريد نعم مكان آمن. بالتأكيد هذا لا يعني على الإطلاق بأن حجتك صحيحة، لأنني أنا لم أرفض أصلاً فكرة الأمن، ولكن أنا ضد أن يستغل الأمن لقمع الناس. شكراً يا سيدي الكريم، ولكنني أخشى أنك تؤيد فكرتي بانتقالك إلى لندن، إلى العيش في لندن لممارسة حقوقك وحريتك في بيئة تضمن لك الأمن والأمان. أنت تؤكد هنا السيدة شكراً. ألفة قالت في مداخلتها الآن بأنها ترى بأن الأمن يتزامن مع الحقوق والحريات، شكراً. فهي أيضاً معي. شكراً. 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 بدرجة أولى أرادت هناء أن تطرح على الجميع فكرة أن البيئة الآمنة توفر للجميع ممارسة عمله على أكثر وأكمل وجه، بما في ذلك الصحافة. والصحافة تعاني في ظل الأوضاع الحالية في دول الربيع العربي. الصحافة والتلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة، هذه القنوات التي هددت أو أغلقت بالفعل، أو هذه الصحف التي أغلقت بالفعل أو هددت مرة أخرى بالغلق. ما زالت لدينا أسئلة عبر تويتر، ووصلنا سؤال آخر قبل أن نذهب إلى آراء الجمهور. ألا يعتبر فرض الأمن بالقوة وتغييب الحريات في ظل نظام ديكتاتوري مساومة خاسرة واستبلاها للشعوب العربية؟ أعجبتني كلمة استبلاها للشعوب العربية. يعني أنا أعتقد هذا السؤال لم يحدد إلى من، ولكنه للجميع. إيه رأيك ياسر؟ أنا رأيي إن الكلام ده صح. الكلام ده صح. النظام الديكتاتوري بيستغل ان الشعب بيحاول يخلي الشعب قبله زي ما الوصف جه، وبيحاول ان هو عايز يوفر له، يفرض له الامان بالقوه ويغيب عنه الحريات، مستغلا ان الشعب اصلا متخيل ان الحريه دي تفضل او حاجه منحه بياخدها زياده مش حق من حقوقه. طب ياسر، انت مش شايف ان الاوضاع العربيه حاليا بجد مثيرة للتخوف لأنها لم تعد آمنة؟ يعني في كثير من الدول العربية، دول الربيع العربي، لم يعد المرء يأمن أن يسير في الشارع مع عائلته مثلا، أو في أوقات معينة، أو أن هناك ممارسات سواء كانت من اللصوص أو من الهمج أو البلطجية كما يطلق عليهم ليست سوية بالمرة. بالعكس، أنا شايف أن دي كانت حاجة انتقالية يمكن مرت في كل الدول الربيع العربي في وقت واحد، علشان كده عملت ضجة كبيرة. لكن أنا شايف أن في كذا بلد حاليا بدأت تتعافى أن هو يبقى حاسين بالأمن، وفي نسبة من الحرية، مش هنقول أن هم خدوا كل حريتهم، لكن في نسبة من الأمن ومع وجود الحرية ووصلوا فعلا للحرية. أنا أعتقد أن يقال أن الحرية التي منحت للشعوب العربية هي حرية التعبير فقط. الجميع يتحدث سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر شاشات التلفزيون في بعض الدول. يعني أنا أعتقد أننا سنأخذ تعليق من الجانب الآخر. أستاذ حسن، اسمح لي سأستكمل منك الفكرة أولاً ثم أعود للطرف الآخر. تفضل. لا، وفي الحقيقة يعني في نفس الجزئية إحنا لما نسمع هذا الكلام نتساءل، طيب ما هي، كيف يمكن للحقوق والحريات أن تعيق العمل الأمني؟ هل لابد لك أن تتجسسي على إيميلي الخاص؟ هل لابد لك أن توقفيني بغير شكل قانوني بدون محامي عشان تحققي الأمن؟ لا، ليس بالضرورة. بعدين أنا أريد أن أنوه على قضية مهمة. الأخت ألفة ابنة المؤسسة الأمنية في تونس أكثر من 10 سنوات. الأخت ألفة تقود وتترأس مؤسسة قريبة من الحقوقية، يعني رابطة. هناك جدل ويعرفه الكثيرون بأن المؤسسة الأمنية بشرطتها وبجيشها يجب أن لا تحدث فيها مثل هذه الروابط المهنية أو النقابات، لأنها قد تعيق الأمن وقد تضر به أكثر مما تنفع. طيب، إذا حصل قرار غدا في تونس وقالوا ليك يا سيدة ألفة إحنا سنمنع الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية من الانتظام أو الانضواء تحت نقابات، ماذا ستقولين وقتها؟ وبالتالي أنت وجودك بهذه الصفة الآن يدعم حقيقة موقفنا في قضية الحريات وقضايا حقوق الإنسان. أستاذ حسن،
يعني أنا أعتقد قبل أن نأخذ الرد من الأستاذة ألفة وقبل أن نؤكد مرة أخرى على أن عنصر الأمان هو العنصر المطروح بقوة الآن وخاصة بعد الثورات العربية في جميع الشوارع العربية في كافة الدول التي قامت فيها الثورات. سنتابع هذه الجزئية تحديدا بالبحث والتفصيل، ولكن بعد أن نرى بعض الآراء التي شاركت على مدار الأسابيع الماضية في مسابقة مناظرة عبر الإنترنت. هذه بعض الآراء التي وصلتنا من جميع المشاركين في كافة الدول العربية، نراها ونعود من جديد لاستكمال النقاط والنقاش. كيفاش نجمو نحكيو على أمن من غير حقوق وحريات؟ الأمن يكون قبل الإصلاح، أو ربما قد يكون هو طريق للإصلاح. أي إنسان لن يكون حيا إلا إذا كان حرا، والعكس صحيح. المهم إن أنا عايش في أمن وأمان، فده ببساطة وجهة نظري في الموضوع ده، وإن الشعوب العربية كلها بتقدم الأمان على الحقوق والحريات. لابد من إدراج الأمان تحت الحقوق والحريات بحيث يكون حق من هذه الحقوق. ما نجموش نحكو على صفة المواطن من غير ما نضمنوا الحقوق والحريات للمواطن، هذية في حدود تطبيق الواجب والمسؤولية، لأنه بدون أمن ما نجموش نحكو على حقوق وحريات. الحريات هي أكبر ضمانة للأمان. أنا أحس بالأمان لما يبقى عندي حقوق بتاعتي وحرياتي وأمتلكها بشكل كامل. عدنا من جديد، وهنا النقاش ما زال مستمرا في مبادرة مناظرة. أستاذة هناء. شكرا. فيما يخص هو الحرية والأمن كما تفضل الأستاذ، أنا أكثر أو أكبر مثل أمامكم، لأني أولا بصفتي كرئيسة نقابة أمنية وفي مجتمع رجالي وفي مجتمع له عقلية معينة، وأول مرأة في العالم العربي أترأس نقابة أمنية، فهذا أكبر دليل أنني لولا أني شعرت بأمن بسلامة لأمارس مهنتي ولأمارس أفكاري وأرائي، وأن أعترض وأن أدلي بآرائي بكل صراحة. يعني أنا أمارس حريتي عندما أعارض في ربما السلطة، ربما سلطة الإشراف إلى غير ذلك. فبالتالي لولا أن هناك أمن وفر لي، أن هناك سلامة، الدستور في حد ذاته ضمن حقوقي، فبالتالي لو أن هناك أمن ما كان دستور ضمن لي حقي. لأننا بعد الثورة في تونس، هي أنا ماذا قلت؟ قلت أن الثورة هي فرصة، لابد لنا أن نستغل الفرصة. استغلال الفرصة لإصلاح القوانين وإصلاح الأنظمة لن يكون إلا بالأمن. فبالتالي أستاذة ألفة، يعني السؤال الآن، يعني في رأيك ما الذي غيب الأمن عن تونس مثلا؟ أنت تعرضين الآن التجربة التونسية. التجربة الأمن لن يغيب على في تونس، الأمن موجود، لأن لولا الأمن نحن عشنا في فترة ما هروب شعوب إلى تونس لأنها وجدت هنا الأمن، هروب لاجئين من ليبيا العزيزة ومن مصر الشقيقة العزيزة كذلك. لولا أن هناك أمن وسلامة وجدوها في تونس لن يدخلوا تونس. إذا بماذا تفسرين الاغتيالات السياسية التي تمت؟ الاغتيالات السياسية، نحن قلنا أن الآن تونس تعيش في مرحلة اهتزازات، لأن هناك فكر جديد دخل إلى تونس، ألا وهو الفكر الإرهابي الذي نعيشه من فترة إلى أخرى، وهناك عمليات إرهابية من الفترة إلى أخرى. لذلك لابد أن يتواجد الأمن في كل مكان وفي كل زمان حتى يشعر المواطن أنه بسلامة، لأن الأمن هو الضامن الوحيد لبقاء الدولة، الضامن الوحيد لسلامة الشعب، لسلامة الأرض والعرض، الممتلكات الخاصة والعامة. لولا أن هناك أمن، رأينا نحن خفنا في مصر بعد الثورة عندما رأينا الشارع اهتز، لأن هناك بعض الشعوب فهمت الثورة أن بتمرد على القوانين. هناك شعوب خسرت المؤسسات لأنها تمردت على القوانين. شكرا شكرا. يعني أعتقد وصلت الفكرة مرة أخرى. أستاذ حسن، إذا كان لديك تعقيب قبل أن أخذ رأي الشباب. لا، أنا يعني مانيش عارف ليش إحنا نستعمل في قضية الدجاجة أو الأولاً أو البيضة أولاً. أنت بنفسك قلتي الأمن يتزامن ويسير جنباً إلى جنب مع الحقوق، وهذا إحنا ليس فيه خلاف، ولكن إن إحنا بحجة الأمن نبدأ نقمع ونبدأ نسيطر ونبدأ نتجسس، هذا هو اللي إحنا ضده.
أنا أريد أن أقول شيء. بس هذه نقطة مهمة. هل إحنا لابد أن نحن نتنازل عن بعض من حرياتنا وبعض من حقوقنا في سبيل تحقيق الأمن، أم أن هناك وسائل وإجراءات أخرى لا تتعارض مع حرياتنا ولا تتعارض مع حقوقنا وبإمكانها تحقيق الأمن؟ هناك المنظومة الأمنية منظومة متعددة تستعمل في وسائل عدة. لا أرى مبرر لأن يسكت صوتي أو أن أطرد من هذا المكان أو أن يتم التجسس علي أو يتم وقفي قسريا بسبب الأمن. أستاذ حسن، يمكن هذه أيضا نقطة متصلة بما كنت سأسألك عليه وأريد إجابة سريعة ومحددة. يقال أن الساحة العربية خصبة جدا لدخول بعض الأفكار والممارسات وربما تنفيذ أجندات خارجية ترغب في العبث في الوضع الأمني داخل الدول المختلفة، وهنا هي مسألة أمن قومي. إذن أصبح من الضروري التجسس حتى ولو كان بشكل عشوائي على بعض المواطنين، لأنني لم أعد أعرف من هو المشتبه به ومن هو الشخص الذي يمكن أن أأمنه على مستقبل هذا الوطن وهذا الشعب. هذا يحصل في دول الغربية أحيانا، نسمع عنها بين الحين والآخر، لكن هذه الدول على الأقل لها مؤسسات وهناك شفافية وهناك محاسبة، وإذا ما تمت هناك تجاوزات تكشف ويتكلمون عنها ويدان هؤلاء الذين استغلوا هذه القضية. إنما إحنا نتكلم عن منظومة أمنية موروثة من أنظمة القمع، لم تعرف في حياتها كلمة اسمها حقوق الإنسان، والآن في ظل هذا الوضع المتوتر نقول لها يدك مطلوقة، افعلي ما تشائين، تجسسي، أوقفي، اعتقلي، عذبي، خذي الأقوال بالقوة. ماذا سيحصل؟ ماذا ستكون النتيجة؟ المزيد من الانتهاكات. وبالتالي صدقوني، عشان ننتقل نقلة نوعية لابد لنا أن ننشر ثقافة حقوق الإنسان، لابدنا أن ندعم مسألة الحريات ولا ندعهم بحجة هاجس الأمن يحاولون أن يعيدونا إلى المربع الأول، وهذا ما تفعله بعض الأجهزة الأمنية الآن حتى في منظومة الربيع العربي. شكرا. أعتقد ما زال على هاشتاغ ديدي 12 نتلقى الأسئلة، تستطيعون المشاركة وحتى انتهاء هذه المناقشة. هنا وصلنا من قابل للفريق مع الحرية، هل الأمان جزء لا يتجزأ من الحريات؟ تمت الإجابة على هذا السؤال، لكننا الآن نطرح هل أتاحت الأوضاع الحالية الفرصة للأمن أن يعيد قبضته الحديدية مرة أخرى على الشارع العربي؟ هل يستطيع المواطن في كل الدول العربية التي قامت فيها ثورات التعبير عن رأيه بحرية؟ ربما سأخذ مصر نموذج وأسأل ياسر. أنا شايف إن تعيد القبضة الأمنية سيطرتها على الشعب، أنا مش شايف إن الشعب دلوقتي بعد الثلاث سنين أو الأربع سنين اللي فاتوا اللي حصل ده، الشعب خلاص أعتقد بقى عنده وعي كافي إن هو محدش هيقدر يتحكم فيه أو يفرض سيطرة عليه لو هو رافض ده. الشعب لما اختار إن هو ينزل الثورة نزل الثورة، وإحنا كنا في وضع أعتقد إن هو كان آمن مستقر إلى حد ما، ولكنه فضل حريته، فضل إن هو يطالب بحريته. فما اعتقدش ان هو هيقدر يعمل كده، وما اعتقدش ان الاجهزه الامنيه اصلا هتعمل حاجه زي كده، ان هي تعتبر الشعب ان هو مش فاهم حاجه تاني وترجع تقول له احنا هعمل كده وهعمل كده ومنتظر الناس هتسكت وتقول حاضر. لكن هناك هو مش هيعمل كده بالفعل ياسر، وهو ان الشعوب العربيه تعاني من غياب الامن داخل يعني داخل المجتمعات العربيه التي قامت فيها الثورات بشكل اساسي. اذا هناك الذريعه الحاضره كما يقال بالنسبه للجهات الامنيه. سأعود في هذه النقطة لأنها ستحتاج منا إلى تفصيلات أكثر، ولكن الآن لدينا أسئلة الجمهور. سنبدأ بمن يريد أن يطرح الأسئلة على الفريق الأول، وهو فريق الأستاذة هناء والأستاذة ألفة. من يرغب في التقدم بالأسئلة عليه أن يبدأ. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. أنا سؤالي موجه للأخت ألفة. بكل بساطة أقول أن نحن هنا وكل الناس متفق على أننا لن نقدر أن نعيش بدون أمن، فالأمن هو حاجة ضرورية، متفقين على هذا. ولكن أطرح سؤالي بكل بساطة فأقول، هل يمكن لنا أن نتحدث اليوم في تونس بشكل خاص أو في البلدان العربية عن الأمن والناس ما زالت تنتهك أعراضها، خاصة مثلا في السجون التونسية، وأنت أضرب بشيء هذا، أنت على رئيس النقابة الأمنية في تونس، أو مثلا على سبيل المثال شعار الرابع العدوية على الفيسبوك أو على تويتر في مصر يمكن كفيل بأن يدخلك إلى السجن بضع سنين. إذن فعن أي أمن نتحدث والناس ما زالت تنتهك أعراضهم وحقوقهم؟ شكرا. أوكي، شكرا. أولا
شكرا على السؤال، وهو سؤال موجه حقا. بالنسبة ماذا قلت أنا؟ قلت بعد الثورة أن هناك كانت فترة ديكتاتورية الأمن. اليوم نعيش فترة ثانية، والمكسب الكبير، وتونس دائما سباقة بأن تصنع الحدث، لأننا اليوم هي تونس أول دولة عربية والثانية في إفريقيا لديها نقابة أمنية. هنا نلعب دور، نحن المراقب، نحن اليوم نحن المراقب، ونحن الذي سوف نفرض أمن جمهوري نفرضه لن يخضع إلى تعليمات فيها مضرة. نحن نخضع إلى تعليمات، تسير هذه التعليمات بقوانين العمل، فبالتالي نحن المراقب والرقيب. ألستم جزء من هذه المؤسسة والمنظومة الأمنية؟ نحن، أنا بنت الأمن، ولكن رئيسة نقابة. عندما أشتغل في النقابة أنا محايدة تماما، لأن دوري إصلاح القوانين السابقة، إصلاح القانون الأساسي للأمن، وهي فرصة لكل الحقوقيين، ونحن نشارك السادة الحقوقيين بأفكارهم وبآرائهم. ما الذي يضمن هذا الحياد؟ هو يعني إذا قلنا باختصار شديد جدا، أنكم جزء من المنظومة الأمنية، ولكنك تقولي يفترض علينا كنقابة أن نقوم بالحكم والتوجيه من خلال الحياد والرقابة وكل هذه الأشياء. كيف يمكن أن أتناسى هذا المصطلح الذي خرج علينا وهو الحرس القديم؟ نعم، هو حرس، هي فترة. من له القدرة في هذه الأرض أن يمحي صفحة في التاريخ؟ هل لدينا القدرة أن نمحي صفحة في التاريخ؟ لكن ما نستطيع فعله هو أن نكتب صفحة جديدة في التاريخ. نحن اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة في التاريخ. نحن لدينا ورقة بيضاء اللون وسوف نكتبها سويا. هذا الدور، دور الأمني ودور الرجل الحقوقي، ورجل الذي يعيش الذي يصنع أو بالتحديد الذي يمارس حقوق الإنسان، هو دوره أن يكتب معنا هذه الورقة. إذن هذه الورقة المكتوبة في العهود السابقة سوف نلغيها، ولكن لا نستطيع أن نمحيها من التاريخ. هاي أستاذة ألفة، يعني ربما سأتوجه للمرة الأولى وأقدم أنا لحظة المواجهة أو الحقيقة. هناء، باعتبارك مواطنة تونسية بشكل أساسي وأنت تعيشين بالفعل على أرض تونس بعد الثورات العربية، هل إلى أي مدى، يعني أنا سأقول إلى أي مدى ما قالته الأستاذة ألفة مطبق فعليا على أرض الواقع؟ هل هم جاء حيادية بالفعل؟ هل هناك رقابة بالفعل؟ ولم يعد هناك تجاوزات بحق حقوق الإنسان؟ طبعا انا مواطنه تونسيه عشت في المرحلتين، ما قبل الثوره وما بعد الثوره، وانا بامتي عيني يمكنني ان اؤكد كلام الاستاذه ألفة. كيف ذلك؟ لان في الممارسات حتى البسيطه منها مع البوليس السياسي في الشارع نلاحظ هنالك الفرق الكبير، هنالك فرق شاسع، هنالك احترام متبادل، هنالك تعاون على ارساء هذا البلد على بر الامان، كما يمكن أن يتمثل هذا التعاون في معاونة بسيطة، في نصيحة بسيطة، كما يمكن أن يصل إلى الحراسة، إلى حراسة التونسيين حراسة جيدة. هاي ما زلنا مع الأسئلة التي توجه إلى الطرف الأول، تفضل. أنتم أيضا يمكنكم إرسال الأسئلة على هاشتاج ديدي 12. كيف يتحقق الحقوق والحريات بليبيا مع غياب المنظومة الأمنية؟ وسيادتكم تعلم الصراعات الموجودة حاليا بليبيا والميليشيات. سؤال مهم جدا، وأنا من الناس الذين قالوا ولا زالوا يقولون ليبيا لن تحل إشكاليتها، وأرجو سيدة ألفة لا تأخذي هذا، يطمنك جدا، يعني لا يمكن أن ليبيا تخرج من هذا المستنقع بوجود هذه الميليشيات المسلحة وبوجود هذا السلاح. Forget it. فليتفقوا اليوم في غدامس وليتفقوا غدا في طبرق. لطالما موجودة هذه التركيبة الخارجة عن القانون، الخارجة عن سلطة الدولة، لن يكون هناك أمن وأمان. لكن إحنا نتحدث عن ليبيا الآن، لا نتحدث عن دولة. ليس هناك دولة في ليبيا بحيث أن احنا نتكلم عن هذا الذي تقولينه. القضايا اللي موجودة في ليبيا الآن بالعكس قضايا حقوق الإنسان ونشر الوعي سيفيدها. هؤلاء الذين الآن مسؤولين على التعذيب في السجون بدأوا يخافوا، الكثيرين منهم تغيروا
ليش؟ لأن هناك في ضغط، الإعلام يتكلم، منظمات حقوق الإنسان تتكلم عن ما يجري في سجون هذه الكتائب وهذه الميليشيات وهذه الأعداد الكبيرة من النازحين الذين تركوا أوطانهم، نازحين داخل الوطن وخارج الوطن ولديكم هنا في تونس. الشيء المهم اللي يجب أن نحن نستوعبه، نحن بشكل عام لا يمكن أن نقبل بدون الأمن. الأمن هذا كل شيء في حياتنا، لكن القضية اللي أريدك أن تفهميها ويفهميها الناس ان احنا لا يمكن احنا كومبرومايز، بمعنى ان احنا نقدم تنازلات في حقوقنا وحرياتنا من بحجه الامن. انا اقول لك شيء، انا في تونس هذه البلد التي احبها وانا ولدت فيها على فكره، تونس العظيمه واللي في المحيط العربي الان، اقولها بكل صراحه، هذه التدخلات العربيه في الشان الليبي، اذا في دوله في المحيط الاقليمي في دول العرب صادقه تجاه نواياها في نواياها تجاه ليبيا ولديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا فهي تونس. شكرا. وأقول كملت لكش النقطة، أنا في تونس من 3 أشهر ماضية تم اعتقالي تعسفيا، أنا أقولها لأول مرة وفي شكوى عند النائب العام، تم اعتقالي تعسفيا في تونس، أقسم بالله العظيم 3 كما يقول المثل جتني من الحيط، وجدت نفسي في مركز شرطة، تم إهانتي، تم تحميلي كلام ما لم أقوله، اتهامي بأشياء يعني مسكوني 24 ساعة ووصلوا بي أنهم دخلوا لعند القاضي وأعطوه معلومات خاطئة، لم أقدم محامي، قطع علي الاتصال. هذا حصل في تونس. لن تغير مشاعري تجاه تونس، تونس دولة عظيمة وفيها الخيرين من أمثال الكثيرين، لكن تفاحة خاربة في ظل هذا الواقع اللي نعيشه سوف تفسد علينا كل أمنا. أستاذ حسن، هل تقدمت بشكوى للجهات المعنية؟ نعم، وهل جاءك رد؟ لم يأتيني رد لحد الآن، وعندما جئت إلى تونس لهذه المرة استفسرت وقالوا لي لم تكن موجود في تونس عندما قدمت، فالآن بيحاولوا أنهم هم يلفلفوا الموضوع. الشيء الآخر أنا أقول لك، الآن قاعدين يوقفوا في الليبيين هنا في تونس، وهذا من حقهم لأن ليبيا فعلا أصبحت مصدر إزعاج. شكرا. أوكي. ولكن شكرا. خلي شكرا. أعضائك في الأمن الآن، هذا العذر المقبول أنهم يوقفوا الليبيين، نعم من حقهم تهريب سلاح وغيره، لكن أنا أقول لك وهذه عملوها صحفيين على فكرة، أنا أركب في سيارة ليبية ويقف علي شرطي تونسي وأنا لا أقول جميعهم، أنا أقدم أفرح بي ونمشي، وقد يكون في تلك السيارة شكرا عبوات ناسفة. يعني أنا أعتذر جدا المقاطعة، ولكن نكرر مرة أخرى، كلما كانت الإجابات موجزة وعرض الفكرة موجز كلما كنت أكثر إقناعا للطرف الآخر. أستاذة هناء، أنا أعرف أنك لديك رد قاطع، ولكن قبل أن أخذ سؤال آخر سأخذ منك رد في ثواني. أولا للأستاذ عندما قال نحن الآن نعيش في فترة خطيرة جدا جدا من ناحية الإقليمية وخاصة على الحدود التونسية الليبية، واسمحوا لي أن أفتح قوس لأن الموضوع ليس هذا، ولكن مجبرة أن أتكلم بأنني أمثل المؤسسة الأمنية الآن، وبالتالي لابد أن أجيب، لأن الخطر الكبير الذي دخل لتونس وأضر بالأمن القومي لتونس جاءنا من الحدود الليبية، فلابد لنا من الناحية الأمنية أن نراقب الحدود وأن نراقب كل من يدخل إلى تونس مهما كانت جنسيته، ونراقب ونتابع، ولابد لنا حتى إن لزم الأمر أن يتم الإيقاف للتثبت فهذا أمر قانوني. نحن في وضع الدفاع الشرعي للدولة ومصلحة الدولة العليا التي تقتضي المراقبة، لأن المراقبة هي التي تضمن لنا سلامة الشعب، لأن ليبيا دخل منها كل الإرهابيين والأسلحة، فبالتالي لا نستطيع. وصلت الفكرة، ولكني أنا سوف أطرح التساؤل، وهو هل هذا مبرر أنني أراقب؟ كلمة مراقبة تساوي كلمة إهانة أو التعامل الغير إنساني مع بعض الأشخاص المشتبه بهم فقط، كما في حالة وربما كانت مفاجأة لي أنا شخصيا، حالة الأستاذ حسن؟ الرقابة شيء وحماية الأمن القومي شيء، والتعدي على حقوق الآخرين وحقوق الإنسان شيء آخر. سأخذ سؤال مرة أخرى من الجمهور ونعود للنقاش. السلام عليكم. عليكم السلام. قبل الثورة يعني حرفيا يعني كان الأمن بمثابة القبضة التي يبطش بها الدكتاتور ليعذب الناس، يعني الناس كانت في أقبية الداخلية تعذب، والناس في الشوارع يهمهم الدكتاتور أنهم في حرية. بعد الثورة مباشرة عندما أصبح الناس يطالبون بحقوقهم
لعبت ورقة الإرهاب وخرج علينا الإرهاب من حيث لا ندري، لأن يعني هم كما قالت تسنيم، وأنا تسنيم في تويتر كما قلت هناك، يعني هي مساومة خاسرة، يعني هي تلاعب، يعني بمجرد أن يطالب الناس بحقوقهم تلعب ورقة الإرهاب حتى يخاف الناس وحتى يطالبوا بالأمن وتغيب الحرية. وبالمناسبة نقابات الأمن كيف جاءت بالحرية؟ لم يكن الأمن نقابات، بعد الحرية أصبح لهم الحق في النقابات. يعني أرجوكم، يعني هذا بالنسبة لي نقاش يعني عقيم. بعد الثورات نريد الحرية، الأمن سيأتي، الأمن هو يعني هو نتيجة للحرية، ولا يأتي قبلها، لأننا قبل الثورات كنا نوهم بأننا في حالة أمنية صحيحة، ولكن الناس تعذب، ولكن شكراً. الناس ليست في حرية. شكراً تسنيم. يعني أعتقد أنه كان شرح أكثر منه رأي. لدينا سؤال آخر. نعم. في انتظار سؤالي أسئلتكم أيضاً. أستاذة ألفة، بصراحة أنا مستغرب إزاي القط هو اللي بياخد معاه مفتاح القرار، ازاي بنت المؤسسه الامنيه هي اللي ماسكه النقابه الامنيه؟ ده بصراحه انا بالنسبه لي انا مستغربه، ليه ما يكونش في حد حقوقي هو اللي ماسك النقابه الامنيه؟ ازاي بنت المؤسسه الامنيه بتحمل الفكر وتحمل الاسلوب واشتغلت جوه المؤسسه ولاءها في الاول والاخير يكون للمؤسسه التي توجدت منها، وهي صريحه بذلك وصرحت به، هي من تمسك هذه النقابه. ثانيا، ما كان في تونس قبل الثوره هو ما كان لم يكن امنا، هي كانت دوله بوليسيه وليس أكثر. هذا لا أقوله أن لا أتجنى على تونس، لكني سرت في شوارعها ومشيت بها. سؤالي للأستاذ ألفة، السؤال الثاني، ما حدث من يعني أول شيء سألته، أول شيء أنا عايز أسأله ثاني شيء، ولا ناس، أنا كنت ماشي في شوارع تونس البارح وبدأت أسأل الناس إيه رأيكم في الأمن والحاجات دي، فوجئت أن في 3 قتلوا في السجون التونسية، وهذا كان منشور في الجرائد فترة أخيرة، يمكن في 3 أيام الأخرانيين دول. أين هي النقابة؟ أين هي حقوق الإنسان؟ أين؟ ماذا فعلت؟ لم أرى حتى تعليقاً في أحد الجرائد. شكراً. يعني أنا أعتقد يعني هجوم تونس على سبيل المثال، ولكنني أطلب من الجميع أن لا يحصر الأسئلة في أمثلة على دول بعينها، نناقش الأمر بشكل أكثر. سأخذ سؤال آخر ونجيب عليهما معك. تفضل. سؤالي موجه للاستاذ حسن، باش نقول له دافيد كاميرون وقت اللي قال له حين يتعلق الامر بالامن القومي لا تحدثوني عن حقوق الانسان. نحب نحكي عن حقوق الانسان والحريات في البلدان العربيه، انه اكثر الجمعيات الموجوده في البلدان العربيه من قبل الدكتاتوريه لحد الان هي جمعيات ابتزازيه، جمعيات حقوق الانسان كلها متاجره بالاموال، مبعوثه مدعومه من الخارج، ماهيش باش تكون لهنا في العالم العربي، ماهيش باش تحقق حقوق الانسان والحريات. الحاجه الاخرى نحب نقولها اللي الحريات والديمقراطيه والحقوق الانسان، الحقوقيين الكل اللي يجيونا في البلدان العربيه الكل يجيو يقريونا يدرسونا 3 حاجات هذوم: حقوق الانسان، الحريات، الديمقراطيه. اعطيني مفهوم الديمقراطيه، عمركم حكيتوا فيه للمواطنين والشعوب العربية باش يعرفوا وقتاش الحقوق الديمقراطيه، وقتاش تمارسها، وقتاش عمركم حكيتوا على الحريات، متى يكون حد، متى تنتهي حريتك؟ عمركم حكيتوا على واجبات حقوق الانسان في حين انكم تطالبوا بحقوق الانسان؟ لان اذا وقت تكون المنظومه متكامله تطالبوا بالضد وبالمعاء، وقتها تنجموا نحكيوا على اساس ان نطوروا نطلبوا حقوق الانسان والحريات وكذا، وقتها نرجعوا آلين اللي يلزم تكون بلادنا امنه باش نجموا نحكيوا شيء هذا الكل. وشكرا. شكرا استاذه هناء، ساخذ منك تعليقا اولا قبل ان انتقل للاستاذ حسن. تفضلي. استاذه ألفة. شكرا. اولا شكرا للاخ. فيما يخص لماذا انا كبنت المؤسسه الامنيه اتراس النقابه، اولا في كل ميدان وفي كل اختصاص صاحب الاختصاص ومن الاختصاص هو الذي يتراس النقابه، يعني لا نجد نقابه الصحافه يتراسها طبيب، ولا نجد نقابه القضاء يتراسها فنان، فبالتالي ابن المؤسسه هو العالم
بمكامن الداء هو العالم بكل النقائص، فبالتالي هو الذي سوف يطرحها. وفي كل نقابة نحن لدينا الحقوقيين ولدينا لجنة القانون التي فيها من المحامون ومن القضاء، ونشرك أساتذة في مكتب الدراسات الذي يصنع لنا دراسة لإصلاح المنظومة الأمنية وإصلاح القوانين. فبالتالي نحن كنقابة لابد أن أكون من الاختصاص، لا أستطيع أن أتكلم في ميدان ليس ميداني. فبالتالي أنا كانت لي الشرف الترأس لهذه النقابة. أما بالنسبة إلى سلوك لبعض الأعوان، هناك سلوك فردي لا نخفي ذلك، ونحن الآن بصدد إصلاح هذه الأعوان التي تخطئ وربما تحاول تجاوز السلطة، فدورنا الإصلاح. شكرا. يعني ربما سيطرح السؤال مرة أخرى على الأستاذة ألفة، كيف يكون الخصم والحكم في نفس الوقت، وخصوصا في ظل السؤال الآخر هو هذا العدد الذي تتناوله الصحف يوميا، ثم بعد ذلك تغيب الأصوات والأقلام تماما ولا تناقشه مرة أخرى، وهو من يسقط قتيلا داخل السجون العربية. يعني أعتقد أنها علامة استفهام كبيرة، يعني ينبغي أن يكون هناك رد واضح عليها من الجهات الأمنية. أستاذ حسن، أولا أنا أتفق مع السيد العزيز في انتقاده لمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العربية. نعم لدينا مشكلة هناك، على الأقل أنا أتكلم على ليبيا. واحدة من إشكالياتنا الكبرى هو هذا المجتمع الأهلي المدني بكل أطيافه لا زال ضعيف، وللأسف أقولها أيضا كثير من هذه المنظمات هي للابتزاز. فأنا أتفق معك، ولكن هذا من خلال صراعنا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن أجل تصحيح هذا المسار، لابد أن نضع حقوق الإنسان وقضايا حقوق الإنسان دائما في الواجهة. قضية الحديث عن الديمقراطية، أنا أعتقد لا نستطيع أن نفصل على الإطلاق قضايا الديمقراطية قضايا حقوق الإنسان، الارتباط وثيق وواضح. ونحن في التجربة الليبية مثلا تكلمنا وقلنا منذ البداية هناك أمرين علينا أن نشتغل عليهم منذ البداية، وهي مجتمع مدني قوي وإعلام أيضا قوي ومستقل، وأيضا إعلام مسؤول في هذه المرحلة، وليس فقط إعلام مستقل. المسؤولية خصوصا ونحن نعيش مرحلة تحول ديمقراطي، وبالتالي المجتمع المدني مع حقوق الإنسان مع الإعلام يجب أن هو يدعم هذه المسيرة. للأسف خذلنا الإعلام وخذلتنا بعض هذه المؤسسات، ولكن هذا لا يمنع من أننا لابد أن ننتصر لقضايا حقوق الإنسان وننشر هذه الثقافة. يقال أن البيئة العربية حاليا أصبحت طاردة للأقلام الصادقة والجيدة، وربما تذهب إلى دول أخرى، وذلك بسبب إحكام القبضة الأمنية مرة أخرى على من يمارس العمل الصحفي والإعلامي. يعني أعتقد أن الشباب لهم أيضا مقولة في هذه الجزئية. ياسر تعليقك. أنا كنت الأول عايز أعلق على حاجة بخصوص السؤال اللي اتقال لحضرته. أنا متفق معاك جدا إن في مؤسسات فعلا مؤسسات الدعاية لحقوق الإنسان بتمول من الخارج، وممكن يكون قوي ليها أجندة خارجية بتحاول تنفذها في أي بلد من بلدنا العربية. بس أنا شايف إن ده سبب أدعى للي أنا بقوله دلوقتي، إن تكون الحكومة هي المسؤولة عن الكلام ده، الحكومة تعمل الكلام ده، فما نضطرش يكون في مؤسسات بتمول تمويل خارجي تحاول تتدخل أو تنشر الكلام ده. أي حكومات، أي حكومات، حكومات بلادنا العربية كلها تكون هي المسؤولة عن نشر الديمقراطية، هي المسؤولة عن توعية الناس، هي اللي تقوم بالدور ده، فما نضطرش إن احنا نلجأ لمؤسسات خارجية ممكن يكون لها أهداف تانية غير إن هي تخدم البلد. بس ياسر، لم تكن هناك أي حكومة مستقرة في أي دولة من الدول التي قامت فيها الثورات العربية بعد الثورات العربية، وذلك نتيجة طوفان الاعتراضات والاعتصامات والمظاهرات. ده شيء طبيعي جدا. إذن أي حكومة ستنفذ هذا إذا لم يكن لديها أي قابلية لأن يكون عمرها عمر طويل حتى تنفذ أجندة إصلاحية؟ طبيعي جدا إن بعد أي ثورة في أي بلد يكون في فترة كبيرة، فترة فيها تنقلات، فترة فيها تقلبات، فيها اعتراضات. ده شيء منطقي جدا إن هو يحصل في أي بلد، ولكن دلوقتي أعتقد إن إحنا بنحاول إن إحنا يبقى في حكومة مستقرة. الحكومة المستقرة بقى اللي جاية دي دلوقتي المفروض يبقى من أوائل أولوياتها. دي حاجة أولية جدا إن يكون الشعب عنده وعي بالديمقراطية، عنده وعي بحقوقه عن طريق مصدر موثوق منه، لأن حكومة البلد هي أهل البلد، مش هيدوا أهل البلد معلومة غلط. شكرا هناء. شكرا جزيلا. أولا أريد أن أقول أنها هي حقا معادلة صعبة، ولكن ما وجدت نفسي أمامه هو أننا احتكرنا الحديث عن المنظومة الأمنية والمناظرة هي أصلا على الأمن. الأمن من أمين؟ أمن الإنسان في مكان معين قبل أن نتحدث عن المنظومة الأمنية. ما
من الذي يضمن الأمن في هذه الدولة التي نتحدث عنها أيا كانت؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ كريمة. هذه هي معنى ممارسة المواطنة. جون جاك روسو تحدث عن العقد الاجتماعي، كل إنسان في هذا المجتمع هو عبارة عن أنه منخرط في عقد اجتماعي يمارس حقوقه كما أنه يبحث عن واجباته تجاه بلده تجاه مجتمعه. هذا هو المفهوم الأساسي للمواطنة. صحيح أن هنالك حروب دموية، لكنها وصلتنا إلى بيئة آمنة لممارسة هذه الحقوق. وأعيد وأكرر أن حقوقنا وحريتنا لا يمكن أن تمارس بشكل سليم بدون انتهاك لأعراضنا، بدون انتهاك لهذه الحقوق في بيئة ينعدم فيها الأمن والأمان. وشكرا. شكرا. هل الدول العربية والشعوب العربية مؤهلة لأن تتعامل وفق هذه المنظومة؟ بمعنى هذه الشعوب التي قيدت وحجبت عنها الحقيقة لسنوات طويلة جدا وربما عقود طويلة جدا، تستطيع الآن ممارسة هذه الحريات بشكل واقعي وحسن في ظل الظروف الحالية والمطامع الخارجية كما يطرح الجميع وخاصة الجهات الأمنية والحكومات؟ لدينا أسئلة من الجمهور. تفضل. عذرا اولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا باسم من اليمن. الاجابه على السؤال بالنسبه للشعوب العربيه مؤهله، انا هي ليست مؤهله جدا، هي ليست مؤهله يعني بالخالص. والدليل ما يحصل الان في بلدي اليمن. طالبت الشعوب خرجت المجاميع او الميليشيات المسلحه للمطالبه بحقوق وحريات وانتزعت سلاح الدوله. اصبحت الدوله بلا سلاح والميليشيات المسلحه هي التي بسلاح. الميليشيات المسلحه في ليبيا لها مشروع تقسيم ليبيا. الجماهير التي خرجت كانت هي السبب التي ادى الى وجود مسلحين من كما هو الحال في سوريا، من سوريا ومن أين دور المقاومة الشعبية لهؤلاء المسلحين اللي أصبحوا موجودين الآن على الساحة العربية؟ أنا أرى أنه يجب علينا أولا تفقيه هذه الشعوب وتعليمهم ما هي حقوقهم وما هي حريتكم لكي يصلوا إلى نقطة أنهم مؤمنين وموقنين ما لي وما علي. شكرا. من الذي قصر في من هذه الثقافة وهذه المعرفة وهذه المعلومة للشعوب العربية؟ هو سؤال مهم أيضا. سأخذ تعليق سريع من الأستاذ حسن. سريع. لا أنا ما زلت الحقيقة يبدو أن في لبس في الأمر. يعني ما فيش حد نفى قضية أهمية الأمن. لا يمكن أن نعيش بدون أمن، انتهت القضية. ما يجب أن تفهموه واللي إحنا قاعدين نناقش فيه هو قضية أن يعني باسم الأمن نقفل، باسم الأمن نضيق، باسم الأمن ننتهك. هذا هو التخوف. أستاذ حسن، يقال أنها مرحلة يعني أو عملية مرحلية لحين انضباط الشارع العربي. الشارع العربي إشكالياتها الآن ليست في والله حسن الأمين يتكلم على حقوق الإنسان، ليست هذه هي الأسباب. الأسباب معقدة، وكما قلت واحدة منها هي غياب ثقافة حقوق الإنسان، هي أن هذه الشعوب كبلت لمدة 40 سنة. قضية المواطنة التي تتكلم عنها أختنا العزيزة، من يدرس في المواطنة عندنا بشكل صحيح في 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 الدول العربية؟ إحنا شعب يجب أن نعترف بأننا ما زلنا في مصف الدول المتخلفة. أنا سأخذ نفس المثال الذي ذكرته، وهو ليس قضية أن يكون حسن الأمين هو الذي يتحدث عن حقوق الإنسان، ولكن في ظل شعوب قلنا أنها غيبت لفترة عقود طويلة جداً، هذه الشعوب تستمع الآن إلى صوت حسن الأمين وتنقاد وراء هذا الصوت، وربما تخرج لأسباب معلنة قد أعلنها وأقنعتني، ولكنه يمتلك أجندات خارجية ينفذها هنا، وأنا بصفتي جاهل بهذه الأمور أمشي وراءك وأنا لا أعلم. أنا لا أعتقد أن الأجندات، عندما نتكلم عن الأجندات بالدرجة الأولى إحنا نتكلم عن منظمات حقوق الإنسان. في فهم خاطئ كبير. أنا اشتغلت مع منظمات حقوق إنسان كبيرة مثل هيومن رايتس وأمنستي إنترناشونال. الليبيين لأنهم كانوا مغيبين لسنوات عما يجري في العالم الخارجي، بمجرد هيومن رايتس ووتش تعمل تقرير على الانتهاكات في السجون الليبية بعد الثورة يقولون وأين كنتم أيام القذافي؟ وماذا فعلتم أيام القذافي؟ مع أني أنا أعلم أن أول من كشف مذبحة أبو سليم لليبيين وللعالم هي أمنستي إنترناشونال.
شوفوا تقارير هذه المنظمات على هذه الانتهاكات. الشيء الآخر يقولون أنها ممولة. هل يعرفون الناس من أين تأتي مصادر تمويل منظمة مثل Human Rights Watch؟ أنا في حفلة شيكاغو عندما كرمت هناك، في تلك الحفلة فقط والتي استمرت ساعتين، تبرع الحاضرين بما قيمته مليون دولار في تلك الليلة. وهذه الحفلات تعقد سنوياً في عدة دول في العالم. وصلت الفكرة. أعتقد أنك تتحدث وضربت بمثال بمؤسسة أصبحت من المؤسسات العالمية، ولكن الحديث كان يدور حول مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات المجتمع المدني الداخلية التي لا يعرف من أين تحديداً تمول هذه الجمعيات. أستاذة هناء، تعليقك سريع قبل أسئلة الجمهور. هو بالنسبة لماذا تنظر إلى الأمن بنظرة التشاؤم؟ لا لست. ربما الممارسات الأمنية. هناك نقطة أو هناك دور ضائع، هو دور الحقوقي، دورك أنت، دورك أيها الصحافي، افرض الفكرة، افرض الرأي. هناك أدوار لابد أن تلعب الآن. هم يريدوا، هل يغيب الأمن؟ إذن هل نقوم بتجربة، يغيب الأمن، تفضل، هل تستطيع أن تمارس ما تريد؟ هل هناك مفهوم صحيح للحرية للشعب العربي؟ هل الشعب العربي قادر على أن يفهم الحرية؟ اليوم نراه، نضع تونس بعيدا، أخذنا تونس وليبيا كمثل، نذهب إلى الخليج. هل يعني هذا، هل يعني حضور الأمن أو أن تقوم الأجهزة الأمنية بعملها وواجبها أكيد. أن تقوم بانتهاك حقوق الإنسان؟ لا. هذا هو السؤال، هذا هو المرفوض، مرفوض تماما. ولكنه يحدث ولكن هنا الدور الحقوقي، أن يكون الأمن والفكر، فكر الديمقراطية والحقوق يذهبان بالتوازي. هناك دور المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات والتلاقي والندوات. لماذا نفعل الندوات والجلسات؟ هذا الحوار المباشر يوميا، وهذه الندوات المباشرة لإصلاح الأفكار. من الذي يضمن أن تكون هناك حرية في تناول هذه الموضوعات وعصات الأمن مرفوعة في وجه الجميع، كما يقال أن هناك نوع من أنواع الاعتقالات دون وجه حق، وأن هناك ممارسات تعذيبية بدليل كما قلنا القتلى في السجون؟ ربما سنعود مرة أخرى لهذه النقطة، ولكن سؤال ثانية واحدة. أنا أريد أن أقول لك أختي العزيزة، الأمن القوي مرغوب فيه. شكرا. الأمن القوي مرغوب، ولكن هذا الأمن لابد أن يكون شفاف وعرضة للمحاسبة. شكرا. يكون فيه آليات لذلك. أكيد. شكرا. شكرا. محاسبة أكيد. سؤال مرة أخرى للجمهور، تفضل. الاسم وسؤال سريع. أمين الريحي، سؤال ياسر وممكن إجابة وتعقيب من الأخت ألفة بعدين. أنت من مصر أخ ياسر، فهل بماذا تفسر ماذا وقع في مصر بعد الثورة عندما أتى الحكم إلى المرسي؟ وعندما كان المرسي في الحكم كانت هنالك حريات، يعني كثير من الحريات في البلد، يعني كانت جميع التلفزات أو جميع الإذاعات كانت تشتم أيضا الحكومة وتشتم ما الحكومة بكاملها، وكانت هناك حريات أيضا للجميع. ولكن بعد الانقلاب الذي صار على مرسي، يعني أتى القمع يعني بصفة قوية وقمع تلك الحريات التي كانت موجودة. يعني بماذا تفسر هذا؟ يعني الحرية أتت وأتى الأمن بعد، يعني في عهد المرسي من كان يحكم. وصلت الرسالة. وربما قبل أن يجيب ياسر وجب تصحيح نقطتين. الأولى أن هناك فرق شاسع جدا بين الحريات وبين الفوضى. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة جدا، أن هناك اجتماع شعبي على الرئيس المصري الحالي، وربما كان هناك انتخابات. ياسر، يعني بعيدا عن مصطلح الانقلاب، هناك انتخابات يتم احترامها. طبعا أنا هرد على الكلام اللي قاله. مبدئيا أنا رافض مصطلح انقلاب، لأن المصطلح ده ممكن نقوله لو كل الشعب متوافق على رأي واحد، إنما طالما في آراء أنا ما أقدرش أعتمد الرأي، لأن الكلمة اللي قالها دي كلمة صح، ده مبدئيا قبل أي حاجة. الكلام اللي هو بيقوله فعلا صح، كان في حرية تعبير. هل حرية التعبير هي دي الحرية؟ حرية التعبير ان انا اقدر اتكلم هي دي الحرية؟ طيب احنا كان فعلا في حرية تعبير، الناس تقدر تطلع تتكلم ويقدر يقولوا اي حاجة في اي حد، ولكن كان في نفس الوقت اقصاء لفئة كبيرة، محاولة للسيطرة لمناصب خاصة فقط لمرسي ومن يتبعه، ان هم اللي يسيطروا على مناصب قيادية بنسبة كبيرة. اوكي، هو وصل تمام للحكم وخد منصب قيادي، بس هل ده يسمح له ان هو يكون يوصل بعد كده المناصب القياديه كلها تكون تحت سيطرته؟ هل ده معناه ان انا اقصر الحكم
على فرد أو مجموعة وأقصي بعد كده الشعب، أنا كده حاسس إن أنا برجع تاني لنفس المثال اللي حصل في أمريكا أو جنوب أفريقيا، إن أنا أعطيت حقوق، مش هكلم دلوقتي بتكلمش في حقوق، هنتكلم في حريات وحقوق، أعطيت حرية تعبير للكل، ولكن جيت على الحقوق وديتها لمجموعة فقط ووقفتها عن الباقي وقلت لا. شكرا. إذا أنت تريد أن تقول ياسر أن ما حدث بعد الثورة المصرية من ظهور طرف كان تم إقصاؤه بالفعل عن الساحة السياسية بفعل فاعل، وهو الطرف الذي شارك ونجح في الانتخابات ووصل إلى السلطة، وطرف الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، هذا الطرف عاد إلى الساحة وعاد من منطق قوة، ولكنه قام بعملية انتقامية من الطرف السابق، والكرة هكذا تدور. لدينا الآن عدد من الآراء التي شاركت في مسابقة مناظرة لهذه المرة من الدول العربية المختلفة، أصوات الشباب معنا الآن، ونعود لنستكمل هذه النقطة وحتى وإن كانت نقطة للخلاف. العرب فعلا بحاجة إلى الأمان قبل الحقوق والحريات، إذ أن الأمان هو اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع على هذه البسيطة. نعم، المقولة إنه الحقوق والحريات تسبق الأمن الوطني. من غير أمان تعم الفوضى، والفوضى بطبيعة الحال ما تتحققش بها الحقوق والحريات. أنا ضد هذه المقايضة التي تكرس مبدأ الدكتاتورية وتحد من الحريات الشخصية تحت ذريعة توفير الأمان من قبل الدولة. ووقت الثورة كان المسلم بيحمي المسيحي، والمسيحي كان بيحمي المسلم، فكنا بندور على الأمن والأمان قبل الحرية. العرب بحاجة للحريات أكثر من الأمان. إذا انعدم الأمن انعدمت الحقوق والحريات وانتهكت الحقوق والحريات. الحقوق والحريات أهم من الأمان، لأنه بدون حقوق والحريات ما فيش أمان يعني. أهلا بكم من جديد، وربما يحتد النقاش حتى هنا في ساحة مناظرة. نحن قلنا أنها ساحة لجميع الآراء، أيا كان رأيك هذا شيء ينبغي أن يتم احترامه، ولكن ينبغي أيضا أن يتم احترام المصطلحات التي يتم استخدامها والأسماء التي يتم الحديث عنها. لدينا عدد من الأسئلة التي وصلت على تويتر، ستكون معنا حالا على شاشة القاعة، ولكن قبلها نعود مرة أخرى إلى السؤال. والسؤال الآن قبل أي تعليق للأستاذة ألفة، بما أنك تتحدثين الآن وتمثلين جهة أمنية، منظمات المجتمع المدني يتم التعامل معها بشكل في كثير من الأحيان بشكل غير لائق، وربما تغلق لسبب أو لآخر أو لمجرد الاشتباه، هذا مع منظمات المجتمع المدني. وأيضا هناك تعسف في التعامل مع بعض وسائل الإعلام في دول الربيع العربي، ربما تغلق مكاتب لقنوات لها احترامها ولها مشاهديها، ومكاتب لصحف لها قراءها، وأيضا يتم التعامل بشكل سلبي مع كثير من الصحفيين دون الحرص على وجودهم كأقلام حيادية على الساحة العربية. بماذا تفسرين هذه الانتهاكات؟ لا تقولي أنها دواعي أمنية. لا، أنا أولا حتى أصح، لأن الصحافة هي صوت الشعب، ولابد أن نتفق على هذا، لأن الصحافي هو الذي يكتب ويقول ويتكلم باسم الشعب ويخرج المشاكل. أما بالنسبة للانتهاكات، هي أولا في تونس لم تغلق قنوات، ولا أريد أن أخذ تونس مثلا، نحن نتكلم في المطلق بشكل عام، أنا بشكل عام وفي المطلق، وبالتالي لابد لنا أن نذهب إلى النقاط الحساسة هي التي يعيشها الإعلام عامة، الإعلام في الوطن العربي، هذا هو الدواء. بالنسبة إلى الإعلام، أولا دور الإعلام أن يكون محايدا، لا يميل لا يمنة ولا يسار، ما يراه يكتبه وما يسمعه يقوله، هذا ما يجب فعله. أما بالنسبة للانتهاكات، ربما إن كانت هناك سلوك من طرف جهة هو سلوك فردي أو سلوك مفتعل، لأننا نحن مثلا في تونس ليست لنا سياسة ممنهجة للقمع أو للتعذيب أو للإهانة. إن كان هناك سلوك فردي ربما حسب الموقف، ربما هناك موضوع يجب على السيد الصحفي أن يحترم، موضوع أمني أو متابعة للإرهاب أو في مكان ما لا يجب عليه أن يكتبه حتى لا يخرج
للإعلام، لأن هناك مثلا نحن في الشعام بناخذ مثلا نحن كتونس في الشعام هناك عمليات إرهابية، عندما يكتب معلومة أمنية يكتبها إعلامي تسبق العملية الأمنية التي سوف تقوم، فبالتالي هناك كشف أسرار. هناك لابد أولا للجهة الأمنية أن تتعامل بكل احترام، وهذا لابد من فرضه، وأنا شخصيا أطالب بفرض احترام الإعلام، لأن الإعلام هو الصوت الوحيد الذي يتكلم باسم الشعوب. يعني رائع جدا الحقيقة، الحديث يرضي الجميع، ولكن الممارسات الواقعية ربما تختلف، وهذا ما يتحدث عنه السؤال الذي وصلنا من أمير، والذي يقول: الأمن في تونس قتل مواطنين عزل بالرصاص في 3 أو 4 مناسبات على وجه الخطأ دون محاسبة. وأيضا يقول: هل الأمن فوق القانون؟ أنا سأتحدث بشكل عام وخاصة مع عنصر الشباب المواطنة التونسية العادية. هل الأمن فوق القانون؟ أكيد لا. إذا الأمن فوق القانون سنكون نعيش في قانون الغاب، وهذا اللي احنا ما حبيناش نوصلوا له. هذا بالعكس بالثورات حبينا نلغيوه، حبينا حتى نلغيو التخمام فيه. نحب زادة نقول أنه اللي صار بعد الثورة مع الأسف هو مسار من كبت، من هضم لحقوق المواطنين، صار بعده انفجار، صار بعده ما يسمى بالحمى بعد الثورية. العبيد وليت كيف ما كانش عندها حرية التعبير، وليت بعد الثورة اسهال متاع تعبير فوق اللزوم. كذلك ما اللي يحكيوا عليه مثلا من ممارسات من قبل المرسي كما الأستاذ ياسر حكى عليها، الممارسات اللي صارت اليوم فقط في اليمن، واليمن وقت اللي توفيوا 20 مواطن في عملية تفجيرية، 20 مواطن يمني توفيوا في عملية تفجيرية. هذا لم يقع باسم الأمن، مش باسم الأمن، هذا وقع بالمفهوم الخاطئ للحريات. عبيد والعبيد متطرفة جدا، متطرفة تحب تفرض آرائها على الجميع. شكرا. وهذا هو المفهوم الخاطئ للحريات. شكرا أستاذ حسن، تعليق سريع لأن الوقت يضيق. الأمن كما قال أحد المعلقون هو من مكتسبات الحرية، وجود الأخت الآن على رأس هذه المؤسسة هو مكتسب من مكتسبات هذه الثورة، هذا ما جابته الحرية وما جابته هذه الثورة المباركة. إحنا أنت تكلمتي بعد الثورات نريد أن نبني ونريد أن نصلح، إذن علينا أن نكون حذرين وأن يكون البناء صحيح. إذا إحنا من البداية بدأنا باسم الأمن نحاول أن نجعل من قضايا حقوق الإنسان والحريات والإعلام مغول كبير سيلتهم كل شيء، فإحنا الحقيقة نبني في بناء خاطئ. ملاحظة بسيطة على ما تفضل به ياسر والنقاش حول مصر، أنا أقولها بصراحة، ما حصل، أنا لست مع الإخوان ولست مع هذه التيارات الدينية المتطرفة على الإطلاق، وأنا ضد، أقولها ضد توجهات الإخوان في كل العالم، ولكن ما حصل في مصر من معالجة لقضية الإخوان تثبت موقفنا إحنا في هذه المناظرة. هذا هو ما أنا أخشاه، أن تتم معالجة أمنية بهذا الشكل اللي فيه فعلا تطرف، وفعلا فيه استعمال مفرط للقوة، وفيه محاكمات يعني أضحوكة. هذا ما نخشاه، هذا ما أتخوف عليه من العالم العربي، وبالتالي هناك ثمن نريد أن ندفعه. ما في شيء يأتي بلاش، وبالتالي الحقوقيين مستمرين في عملهم. نعم أنت صادقة فعلا في قضية الإعلام، الإعلام في إعلام الربيع العربي الحقيقة يعني disappointment، يعني خذلنا لأنه لم يخدم مرحلة التحول. أستاذ حسن شكرا شكرا، هذه هي النقطة التي عرضناها منذ دقائق قليلة، وهي أن هناك فرق كبير جدا بين الحرية والحرية في التعبير تحديدا، وبين مرحلة الفوضى التي وصلت إليها الكثير من وسائل الإعلام بعد ثورات ربيع العربي. ليس الصوت العالي دليل على الحرية، وليست هذه الألفاظ المبتذلة دليلا على الحرية، وليست هذه الاتهامات دون أدلة دليل على الحرية. نحن مع الأمان، ولكننا ضد الممارسات الأمنية القمعية حتى وإن كانت من أجل حفظ الأمن لأي جهة أيا كانت. وصلنا من جديد إلى نقطة مهمة جدا جدا في مبادرة مناظرة، أخذنا التصويت المبدئي، والآن سنأخذ تصويت آخر، ولكن بعد أن نستمع إلى كل طرف من الطرفين في 99 ثانية فقط سيقدم لنا دليل بعد هذا النقاش على تمسكه أو تخليه عن رأيه. سأبدأ بهناء، تفضلي. ساعة
سادتي الكرام، بعد هذا النقاش المهم وجدنا أنفسنا أمام معادلة صعبة، الأمن والحريات. ولكننا اليوم نقف على هذا المسرح ليس لندافع عن الأمن، عن وجوب الأمن ونقصي الحريات، لا، ليس هذه غايتنا. غايتنا بعيدة كل البعد، غايتنا هي أن نبجل قليلا الأمن، وجود الأمن والأمان، لنضمن ممارسة سليمة لحقوقنا وحرياتنا، هذه الحقوق التي اكتسبناها بعد الثورة، ثورة الربيع العربي التي كان ثمنها باهظا، كان ثمنها دماء شهداء، شهداء كانوا مواطنين شبان، والشبان منهم هم اللي خرجوا إلى الشارع ونادوا بالحقوق والحريات. ولكن لا يجب أن يكون هذا النتيجة هي انعدام للأمن، انعدام للثقافة الأمانة في البلاد، في أي بلاد شهدت الربيع العربي. لذلك فأني من هذا المنبر أؤمن وبشدة بأهمية الأمن قبل الحقوق والحريات، لا لإقصاء الحريات، لا، بالعكس، بل لنضمن ممارسة سليمة لهذه الحقوق والحريات. وشكرا جزيلا. شكرا. ياسر وائل، 99 ثانية. مش هعترض ان الامن شيء مهم والامان كلنا عايزينه، ولكن احنا النهاردة مش بنحاول ان احنا نقول ان حاجة ممكن تغني عن حاجة. اللي احنا عايزين نوصل له ان احنا عايزين فعلا الامن، ولكن الحرية والحقوق كانت هي المطلب الاول. لما الشعوب العربية نزلت في ثوراتها كان متوفر لها الى حد ما جزء من الامان. احنا بنتكلمش عن الامن فقط، لان المناظرة خدت اتجاه الامن فقط، احنا بنتكلم عن الامان. كان متوفر لها امان اقتصادي الى حد ما، طبعا مش بقدر كافي، ولكن كان موجود. كان متوفر لها امان في الشارع، الناس كانت امنة على حياتهم لحد كبير، ولكنها سابت كل ده وفكرت ان هي عايزة تدور على حقوقها وحرياتها اللي هي حاسة ان هي مسلوبة منها. بعد ما الناس ماتت وبعد كل التضحيات اللي حصلت، دلوقتي بنرجع نتكلم تاني احنا بندور على الامن ولا الامان، وبندور على الحقوق والحريات ونحطهم في مقارنة. احنا كأننا بالظبط بنقول النخلة اطول ولا القطر اسرع، دي حاجة ما ينفعش تقارن بدي، دي حاجة دول تو بارال لاينز لازم يكونوا ماشيين مع بعض. الحرية والحقوق مطلوبين ولازم نحققهم، هم دول هيعتبروا الطاقة للشعب علشان يكملوا طريقهم، علشان يوصلوا الاهداف اللي بيحلموا بيها. مفيش بلد قدرت تتقدم او تصل بصناعات او تعلى باقتصاد او توصل لاي شيء غير لما حصلت مواطنيها كاملين على حقوقهم وحرياتهم وما كانوش بيطالبوا بيها. دي مش من عليهم، ده حقهم. شكرا. 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 الأستاذة ألفة العياري. بالنسبة نحن متشبثون بكلمة الأمن، لأن الأمن هو الضامن كما قلت، ولكن الحريات التي أصبحت مفهوم خطأ لدى عديدة أو نسبة كبيرة من الشعوب العربية، هناك أصبح تمرد على القانون وتمرد على المؤسسة وتمرد على الدولة. إذن المفهوم الخاطئ للحريات هو الذي جعل أرضية سامحة للإرهاب، أرضية سامحة إلى كل من يريد مضرة للدولة. أولا أريد كذلك أن أعقب وأقول أن الأمان ليس المفهوم الخاطئ، الأمان يعني الطمأنينة ليس الأمن، هناك أمن وهناك أمان. الأمان هي الطمأنينة والسلامة وراحة النفس. إذن لا نخلط حتى لا نغلط. بالنسبة إلى الأمان أقولها وأعيدها وأكررها، الأمان يعني استقلال للفكر، استقلال للرأي، استقلال للقرار، أن نتشارك. إذن دورنا جميعا اليوم وكلنا من مثقفون وحقوقيون وحتى الشباب العربي جملة أن يعمل وأن يشارك في إصلاح أمن جديد، في إصلاح قوانين جديدة تعمل بالتوازي مع الحريات، لأننا لا نستطيع أن نعيش حرية، لأننا لابد لنا أن نعيش حرية الأب في البيت الذي يوفره بالأمان. شكرا. شكرا. الأستاذ حسن الأمين. نحن أيضا متشبثون بقضية الأمن، بدون أمن لا يمكن أن تكون إلا الفوضى، إلا الاقتتال، إلا النهب والسلب. ولكن في نفس الوقت نحن متشبثون بموقفنا الذي يقول بأن
الأمن القوي لابد أن يكون أمن شفاف وأمن محاسب. لا يمكن أن نحن نتنازل أو نقبل أو نغض الطرف عن انتهاك بعض من حقوقنا وممارساتنا الديمقراطية بحجة هذا الأمن. وبالتالي ثقافة حقوق الإنسان مهمة جدا وفي هذا الوقت بالذات، لأن فعلا اللي قاعد يحصل الآن في مناطقنا وبالذات أنا أتكلم عن ليبيا هو عدم وعي الناس بماذا تعني كلمة حقوق الإنسان وما هي حقوق الإنسان هذه اللي تتكلمون عنها. ثم إحنا عندما نتكلم عن الأمن لا نتكلم فقط على الأمن بمعنى استتاب الأمن، عدم وجود فوضى، عدم وجود اقتتال، نتكلم عن الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن التعليمي. كل هذه الأمور إذا ما أعطيناها الأهمية القصوى فسوف يكون من أهم نتائجها هو تحقيق الأمن. وأخيرا أريد أن أقول ما قاله مريد البرغوثي ويقول لنا السلطان: شدوا الأحزمة من أجل الوطن، التزموا الصمت من أجل الوطن، أطيعوا الأمر وولي الأمر من أجل الوطن. فقلنا مهلا، نحن الوطن. شكرا. شكرا شكرا شكرا. مبادرة مناظرة كما قلنا هي ساحة لقاء جميع الآراء التي تريد أن تتحدث بصوت أعلى، صوت مسموع، سواء كان من خلال شاشات التلفزيون أو من خلال المواقع الاجتماعية المختلفة أو حتى من خلال مواقع الخاصة بمبادرة مناظرة العالمية. ولكننا نقول هنا عليكم أن تقرأوا وتتعلموا وتعرفوا الحقوق والواجبات. من يوفر البيئة الأمنة هو المواطن، والدليل على ذلك بعد الثورات العربية هذه اللجان الشعبية التي انتشرت في شوارعنا العربية حفظت الأمن، لأنه كان هناك رغبة حقيقية من المواطن العربي في أن يعيش في ظل بيئة آمنة. أين ذهبت هذه الرغبة الآن؟ ولماذا أصبح العنف متسيدا على الساحة؟ وكيف برز الإرهاب وتصدر الساحة العربية؟ ومن المستفيد من كل هذه الاختلافات وكل هذه الأحداث؟ وأخيرا لا تسمحوا لهذه الأشياء التي تركناها في الزمن الماضي أن تعود مرة أخرى، وهذه الوجوه التي اعتدنا عليها وربما كرهناها أن تعود للساحة وتتصدرها مرة أخرى، لأنها بالتأكيد لا ترغب إلا في مكان. مبادرة مناظرة هذه المرة تشكر بشدة وزارة الخارجية الألمانية على وجودها داعما رئيسيا لنا، ونشكر أيضا شاشة الجزيرة مباشرة على وجودها معنا لتغطية هذا الحدث، كما نشكر كل من شارك برأيه في مبادرة مناظرة عبر وسائلنا المختلفة على شبكة التواصل الاجتماعي. والآن أطلب من الجميع أن يقوم بالتصويت مرة أخرى مع أو ضد الأمن مقابل الحقوق والحريات. والحديث سيظل مستمر هنا في ساحتنا أو حتى عبر وسائل الإعلام المختلفة وفي البيوت العربية كلها. كيف نضمن بيئة آمنة وكيف نحقق الحريات التي قامت الثورات من أجلها؟ عيش، حرية، كرامة، كل هذه الأشياء الشعب يريد. رددوها وبصوت عالي، ولكن من خلال موقف حقيقي ومن خلال إيمان بمصلحة العامة. النتيجة الآن، وهناك أيضا تصويت عبر الفيسبوك وتويتر. النتيجة وصلت إلى 44 مع و 56 لا. إذن تقدم فريق الحقوق والحريات أولا قبل الأمر. ربما كانت هذه رسالة صريحة من جميع الحضور ومن من شاركون عبر وسائل التواصل المختلفة بأننا لن نتخلى عن هذه الأشياء التي دفعت الشعوب العربية لأن تقوم بالثورات وتخرج للشوارع مرة أخرى. الأمن يستلزم رغبة وإرادة. أشكر مشاركين هنا على منصة مبادرة مناظرة. هناء القطي طالبة الماجستير بالجامعة التونسية، شكرا هناء. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا. وأيضا أشكر جدا الأستاذة ألفة العياري كاتب عام النقابة العامة لموظفي السجون بالدور الإصلاح، وأيضا عضو القيادة بقيادة النقابة الأمن الداخلي والديوانية. شكرا. شكرا. أما الطرف الآخر فالذي استطاع أن يحقق تقدما وهو ياسر وائل طالب جامعي ومدون مصري. شكرا ياسر. شكرا.
طبعا الحاصل على جائزة هيومان رايتس لحقوق الإنسان 2013 وأيضا الإعلامي والنشط الحقوقي الأستاذ حسن الأمين. شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا في كل مكان، بدءا من الأسبوع القادم ستجدون على مواقع مبادرة مناظرة سؤال المبادرة القادمة. جاوبوا بكل قوة وبأعلى صوت، كيف أنتم مقتنعون بالسؤال المطروح؟ سنلقاكم الشهر القادم عبر وسائل الإعلام المختلفة ونناقش هنا في ساحة مناظرة موضوعات جديدة. شكرا لكم على المتابعة، شكرا للحضور الكريم، شكرا لكل مشاهدينا عبر شاشة الجزيرة مباشر. نلقاكم على خير الشهر القادم وإلى اللقاء.